السلام عليكم مشاهدينا، صباح الخير وكل الخير. راح نطلع عليكم اليوم بمواضيع جديدة ومتنوعة نفيدكم فيها ونستفيد منها. كشف مصدر مسؤول بمستشفى حمد أنه سيتم تخصيص غرف عمليات جديدة ومن الجرايد وعناوينها المنوعة. روح معاكم التقرير حضرنا. معنا اليوم فنانة تشكيلية فازت بإحدى جوائز المرأة العربية. راح أنفذ معاك نوعين من السندويتشات. الصباح رباح، تشوفونا إن شاء الله من الأحد للخميس الساعة 9 الضحى مباشرة على قناة الريان.